نحن بمبادرة تعافي مع 4 منظمات ضحايا أطلقنا ميثاق الحقيقة والعدالة تاريخ 10 شباط بهي السنة. هو كان خطوة أولية بطريق العدالة، واللي كنا مصرين بعده نطرح حلول لنمشي بطريق العدالة، واللي مع الأسف أثبت المجتمع الدولي فشله بإيجاد حلول مناسبة. تقرير بشر لا أرقام بيقترح آلية عملية وخطوات جدية لتكشف عن المصير بمنهجية إنسانية قائمة على مساعدة جميع الأطراف بسوريا على البحث والتأكد من مصير المعتقلين والمختفين قسريا دون استخدام هاي المساعدة أو أي بيانات كأدلة جنائية للمحاسبة. وهي الآلية رح تسمح لكل عائلة عندها مفقود أو معتقل أنه تعرف مصيره، سواء بمعرفة مكان احتجازه أو معرفة مكان الجثة، اللي بتسمح للعوائل بدفن أحبتها دفن كريم، وطبعا هالشي بيضمن عدم العبث بالمقابر الجماعية. حاليا مطلبنا الأساسي هو تفعيل دور هاي الآلية، إعطاء صلاحيات والبدء بمقترحات التقرير لنقدر نحقق كضحايا أول خطوة بطريق العدالة، ويكون لنا دور مركزي وأساسي. وهالشي طبعا ما بيعني الاستغناء عن مطلبنا الكبير والقوي بالمحاسبة، ولكن هو خطوة سابقة لعملية المحاسبة اللي رح نبقى عم ندافع بكل قوتنا لتحقيقها.